السامي إبراهيم أيضا له سؤال آخر عن حكم تقسيم كل من الزوجين للآخر. يقول فضيلة الشيخ: ما حكمه؟ نعم، يباح أن يغسل الزوج زوجته إذا ماتت، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا الزوج لا يجوز أن يغسل المرأة حتى ولو كان أباها أو ابنها أو أي قريب لها، إنما تغسلها النساء، إلا الزوج فإنه يغسل زوجته. وكذلك العكس، المرأة تغسل زوجها، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. هذا دليل على أن الزوج يغسل زوجته. وما عدا هذا فإن الرجال يغسلهم الرجال ولا يغسلهم النساء، ولو كانت بنته أو أخته أو أمه لا تغسله، وإنما يغسله الرجال، إلا الزوجة فإنها تغسل زوجها. نعم.